قضية مثلا زي قضية كاس مصر اللي احنا عايزين نلعبه ده، اللي هو فاضل عليه طبعا ماتشين، يعني انت بتبدا دي قضية بطولة مهمة جدا للصحفيين، مش بقول الزملكاوية، ده عدل ربنا. طبعا النادي ومش الزمالك الزملكاوية بس، فاضل له كله مباراة مع أسوان ويوصل النهائي، طبعا يلغي الكاس القديم ويتكلم في يعني يتكلم في 34 مباراة وسايب مباراتين، يعني ليه احنا ما بنتكلمش على القصة دي يا أستاذ عثمان هو كمان عايز اقول بشكل لحضرتك مفصل يعني، مظبوط. ونضغط على الناس اللي مسؤولة في اتحاد الكورة ان هم يعملوا الماتشين دول، انا عايز اقول لحضرتك ان من واللي مساوئ يكسب يكسب، انا مش بتكلم، ما انا مش ضامن بصرف اللي النظر يكسب يكسب بالظبط بغض النظر. بغض النظر، لان عايز اقول لك انه كان في الحقيقه الفتره اللي فاتت، يعني رغم الوضع اللي كان فيه نادي الزمالك، لكن كان في لجنه في اتحاد الكوره بتدير بعدم عداله بامانه، لجنه الله يسامحهم فعلا، تحت احمد بجد ده الله يعني بصراحه يسامحهم، ربنا يسامحه فعلا يعني. والله يعني يمكن ده عمل حاجات غريبه، حاجات غريبه ده، حتى كفايه الواقعه بتاعت شيكابالا اللي في الملعب دي، يعني انت عاقبت النادي وعاقبت اللاعب وبعدين ايه المبرر؟ وهو نفسه طلع في التلفزيون وقال لك لا، وانا اروح ليه انا كرئيس اتحاد كوره اروح ليه على الباب انا اقف؟ انا انت مالك انت يعني، مالك صحيح، طب ما انت في ناس راجل، منظمين وفي انت شركه راجل منظم، راجل رئيس اتحاد الكوره، ليك وقارك ليك هيبتك، صح، تروح تتكلم مع لعيب حتى لو كان شيكابالا بالاضافه كنادي، بقى التصرف اللي مالك كان مخجل يعني. الحقيقه، يعني التصرف اللي كان مخجل، تسليم الدرع، بتسلم كانك انت بترميه لحد كده ولا بتديه لنادي من مش مصري ولا، بس ده عيب نادي، عيبنا احنا، برضه ايوه انت لان كان انت احنا اللي مسؤول، كنا لازم كنا ننظم هذه القصه بشكل افضل، ما هي كان في يعني حتى شركه لو هو كابتن، لو هو لا قدر يعني لا سمح الله، يعني مش بجزم، لو هو عنده النيه انه يعمل كده، انا افسد عليه القصه دي، انا اعمل احتفال عالمي، صحيح ليه لا، ما انا الامن عندي ما والامن دي بتاعي وكل، فاهم؟ دي الجزئيه اللي انا عايز اقول لك عليها، اللي هي والشركه دي اللي هي خليتنا الشركه الرائعه بالفعل ده، بتاعتي هي اللي عامله التنظيم. طبعا ده اللي عايز اقوله لك برضو، من ضمن الحاجات اللي بتخليك انت كصحفي او كاعلامي بتشوف الحاجات دي، الحاجات الصغيره دي، مع انها رتوش صغيره لكن مهمه جدا، انت لازم تبقى انت قوي، يعني انت سواء رئيس لجنه ولا رئيس منتخب او غيره، ودي السمه اللي بتميز المستشار مرتضى منصور الحقيقه في المواقف اللي زي دي، صاحب قرار، يعني النهارده لما يجي يقول لك انا مش هلعب الكاس الجديد الا لما نخلص البطوله القديمه، ده حقه وحقه، لازم الناس كلها تقف معاه وتسد وتقول له انت لا ده قرار صاحب، عايزين انتوا تدوا البطوله دي تدوها لاي حد تاني ادوها له، ولكن احنا مش هنلعب بطوله الا لما البطوله التانيه تخلص، صح. يعني انا يعني معاك ومتفق معاك تماما انه مش الاعلاميين الزملكاويه او الصحفيين الزملكاويه المنتمين لنادي الزمالك بس في الحقوق، لازم كلنا نبقى واقفين ورا صاحب الحق ايا كان، حتى لو ما كانش الاهلي ولا الزمالك، يعني حتى لو نادي من الانديه الصغيره او اللي ملهاش ظهير اعلامي، لا لازم تقف مع الحق وتقول كلمه الحق.